أصلاً مركب ورسا مقع دستورك اللي بدليه ومقع وحير هان وقدك سن وحيرك الدل ومدى صوماليه أي كل ما يسوك الهجا هذه الدولة مركب واحد انت وعنت اللي يسكجشه اللي يسكلت بكدقو وهان يدعون لسكورة عثانية الفراح اللي قشه ورتوها كوية مركب ورسا ومانا إيمان سيداس وحكوية من الدلال شغاء عدد ولقى قبطي مدوين كيل صور نافي وكوري مركي شروينا سدود بغض وان يشنت لغو اسعي كوري اقو تلوكل يلا بيه طبنك وحانا سلقوا رود مابكي بيش عالمكو قارهان يونيتد نيشن كي دولة لها صوباليا نعان تكوها هي مامل كود امني قيونا لها وبحية اي كارغين ان دولة صوماليا اي تبحدوك ميل جارك او يالتو دستور اي ليه دهي او لاغون سنيا ودولة رسمي ولاغون سنيا هي كودي سنتهي او لرم عاملك أهل جيش أي مغضوع ودستور كهرت دبو إيجيد بعض من الأرجاء اللي استعماله وريفيو أما دبو إيجيد ما هتبدل لا تبدل أي مترة وعليه يتيرات عدقت إذا أغل بسن أو كله وعلى تعبان كني هذه مرايد كجبل أنت هاي أما الباب كحمي هاي أما ميل جبع كجارتي وعلى ضيعتي كان أغل دستور كان واحد قد ما يهين ماله اللي جوا ماله ير تدا عبها دي اللي هي اللي قد ما ينكروا وحاكم إذا horta marka uu horeeyso qodobka koowaad oo dastuurka baa wuxuu reebayaa in la taabto waxyaalaha aasaasiga ah wuxuu qoran yahay qodobka koowaad jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya buu ku qoran yahay inaan cid gaar ah ama qof gaar ah ama koox gaar ah siday doontaan ugu taqifan karin dan gaar ahna loo adeegsan karin waa mid uu horeeyso waa mabda'a koowaad oo ku taagan way tahay laguma xaq gudbaan in dastuurkaas la xaliyo waxa la xaq gudbaan هذا المعمولة كل اسمه دولة باكل إنسان ما راح بدنا بالغو دورته ولا تاجي وعند بيدي سواوين أو هل كان كويلة وحيك كومين قوة برلمان ده كل سنين وقرا يكن ملحوين وكل سنة هاي يكن قرصور كويل كل سنين مثل بنا شروط ولا يعني الله مره إسكلا إسكلا ده عرض كرو مثلا عندنا كان السوق هذا شرعي تجد الوضع غلبة مدعوينه هنا ورئيس الجمهورية أودي سووح كل يهي واحد دستورك وقول يهي أو دستورك واحد يجدي سووح دستورك وقول يهي كلية وقصة بين كان واحد شلقة كان كرام وأنا إلى عليها جمهورية دستور كذا إلى عليها وأنا ملحة سدح له أدوات أو دولة كقوة منتهي بحاء ويكو بري فريقة وما ملغة عنا أي كتيران وآه ترعيد جنتا أو شفولمتا إساقو تيفكا إيا قرصور وحان هدى أبنى هاي مدعوينه الدستور كإنو ساقو حر وله وركود أخصان أيو وربو إلا صوي وحاكما غان مدعوينه مركة هورا ساقام بالله بلي هاي قرصور كي ميه قرصور كي ميه شو كباح مجيه لدستور كي ميسي مرجع هان لهي بوحي اللي سوق أبطهور كمتالا مايا هذا حوال ما سبعين كروها مردي تاسع ينجرين شقان ده حور ديو برلمان كده حور ديو او دنقارة كرادين ايو ان اي منصب يكو هلا او لقران ايو او ميشان ايو استعمال يدنقار قدب كا كواد او دستور كا ولما كابتان بابا حيرك دي بيه يدما دي بيه قريد وريه انا يمي عددار بانك قمقنا لكن مدحوينها مركو قرو ويمي وانو شيغي قارهان وانو شيغي وبنبضان وبرلمان كا يدبضان برلمان كان وانا حريرا ووي كوا ورهيان وانا شيغي مالنتي هبراع اللي سمعين يدسورك ان واحدة يقبض دلو سيدي الله مريبا مركو وربا قلد يريد لقا قليبا يريد غلط احي يا سيدي الله هذا انا سيدي رب سمي هذا اللوغ مصر وحانا كشيغي حفلت دي اللي قلنا ما او دولة قبل يديد ان الجوغين انتو لبضان مدحوينو ان الجوغي داتكور وبطناء انتك صومالي ده هيمالي ان قروه اللي سمعين يدسدي جنوري دور بلان صحو يمر والله دمي لكن سيدا اسقا كو قرن با لو دمي يا سيدي بدا لغا كيرو مر دم اسقا كو قرن تاي ودادا لو مرو ان لا احترام واحد استراتيجيه الدوليه نظام كان قادني وان نظام برلمانتاريا او لغا موديل غريي ودادان غير قلبيت كا او يوروبيان كا وا برلمانتاريا سيستم برلمان با حكومه يا رئيس برلمان برلمان بو كايماليا حزب ماجوريتي با مدحوينه برايم منستر كان نقونيا مدحوينه انا برلمان كا دورنيا لما تابن كرو لما تابتان وي marka uu soo jeedinayaa madaxweyne boqorada reer galbeedka oo reer Yurub iyo madaxweynayaashooda kama awood yari inaa ka awood badan tahay mooyee hadda intaan xisaabaan wax lagu dooran barnaamij miserka adaa magacaaba cidina kuma farageliso hadda marka qaar koodna kuwi ka horeeyay madiga fiican markii hore aad joogtay goob aad bedelaysay tarajirka dawliga ha taaban waxaan maqlayay maanta oladii suurka ee dib u eegida oo ka hadlayay oo laha waxa la ogolaaday barnaamij minister xisbiga madaxweynaha laga doortay xisbiga weyn ma samaysmin barnaamij
دورتا واغو اسمي سميسو ادو مغاويا نومينال حبا ملحوين او مغاابيا حزبك ادكادا برامج سكه قادنيا لما نريد كرو هدان برلمان كريدين ملحوينها انا واحد اودا سين كرا كان قادي كرا مركز البرلمان و خي تاك بدلن واخا وي تيررك كو تاغنا دستورك يا شرعي دلك دولي كو هيشيا سوماليا maamuladooda iyo dawladda dhexe oo dhexda laga jibiyay waxa uu dirayaa marka in kaalan ka bixin nimanka baarlamaanka ku jira arintaas eebta ka timaada iyo dibta ka timaada ee Soomaaliya wixii damo dhibaato gaara farafareynta noocaas oo qeyri shaciga hadaan laga joojin iyaga masuulka noqonaya waxaanu sheegay inuu hadaa la raacin waa wixii anagu aan salkeeda ogeyn haddana taladaydu waa la qaataa ogeysiis ogeysiis waxa la ogeysiinayaa dhamaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka daneynaya waxbarashada in la furay asal academic school oo ah akadeemiyad aad ka baran kartaan kursooyin waxbarasho oo tayo sare leh kursooyinkaasi waxay kala yihiin kow binary options oo ah koorso aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa forex qaybtiisa binary options waa xirfad hadii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqalaanta ee ku haysto labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo saddex luqadaha sida english ka sawaxili iyo arabic ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heer saraha lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maareynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada hadaba wixii faahfaahintaas dheer booqo xarunta Asal Academic School oo ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuq bacaad Ruxan Mall ama ka wac telefoonada iyo emailada shaashada ku qoran